بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم جميعا. الليلة إن شاء الله سيكون درسنا عبارة عن ومضات سطرية أو ملاحظات وإرشادات في السطر. سنتكلم عن 4 مسائل. أولا، السطر العلوي والسفلي للسطر، ونتكلم عن الحرف الممدود أو الكأس الممدود وملاحظاته في السطر، وسنتكلم على الكتل التي بها صعود كيف نتعامل معها، والكتل التي ليس بها صعود كيف نتعامل معها، وسنأخذ مثال تطبيق إن شاء الله. أولا، هناك سطر النسخ المقصود به الكلام المكتوب. سطر النسخ المقصود به الكلام المكتوب. الكلام المكتوب من أعلى تقريبا له حد، أما من أسفل فحده مائل. من أسفل حده مائل، ومن أعلى حده شبه مستقيم. من هذا يتكون خط النسخ. مثلا عندما نكتب إن إن الذين آمنوا بهذا الشكل كمثال. عندما كتبنا هذه الكلمات نحن نحاول أن نضع الألفات على مستوى واحد بهذا الشكل من الأعلى، حتى أنه تم تصغير هذا الألف، ليس حجمه الطبيعي، ليس مثل هذا الألف، تم تصغيره ليتناسب مع طول الألفات في السطر، يعني يكون كل المستوى واحد، فيكون الحرف طويل وقصير، طويل وقصير، ليتناسب مع السقف العام للسطر بهذا الشكل. بينما لو نظرنا إلى الأسفل سنجد هذا الشكل، ليس مستقيم، انظروا. بهذا الشكل. يعني لا يتناسب شيء من أسفل، لأن إذا عملنا السطر من هنا بهذا الشكل سنجد هنا فراغ وهنا ملاصق وهنا فراغ، يعني لا يوجد شيء ثابت من أسفل، شيء متدرج، لكن هذا التدرج قائم على الميلان، على هذا الميلان. أما من الأعلى سنجد أن الأحرف تكبر وتصغر لتتناسب مع الطول العام للسطر. الشيء البارز أو الاستثنائي للسطر من أسفل هو حرف الميم، هذه التي تخرج تماما، وحرف الحاء أو الجيم أو الخاء. يخرج تماما عن موضوع الميلان. أما بقية الأحرف كلها فهي تكون على مستوى الميلان الذي نكتب به السطر، ومقدار الميلان يختلف من كلمة إلى أخرى حسب طول الكلمة وقصر الكلمة. طيب، نكمل. مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
انظروا هذا الميلان، لكن من هنا وعملوا، الآن عندي ألف الصالحات بهذا الشكل، يمشي السطر بشكل مستقيم من الأعلى. مثلا ألف في هذا الشكل، فمن أسفل يكون هناك ميلان، الميلان يزيد ويقل، ممكن يكون هنا، ممكن يكون في الأسفل، الميلان موجود، وهنا أيضا، وهنا أيضا، وهنا، لكن من الأعلى نجد أن السطر تقريبا شبه مستقيم، عدا بعض الخروجات البسيطة جدا، من ضمنها الكاف السيفية التي هذا الشكل، أسفلها مائل ولكن أعلاها خارج السطر، وهذا هو نفسه ميزان الحركة، يعني الحركات الطويلة مثل الصالحات، نريد أن نعمل حركة طويلة مثلا من هنا، فهي تخرج من السطر بمقدار خروج الكاف، يعني بنفس مستوى خروج الكاف، فهذان الحرفان والتشكيل سواء كان مد مثلا، سواء كان سكون فوق الألف، سواء كان حركة واصل فوق الألف، هذه الأشياء هي التي تخرج عن مستوى الألفات، لكن هنا أنا أتكلم فقط عن الألفات، أين تكون؟ تكون بمستوى واحد، بحيث أن الناظر إلى السطر الطويل من بعيد لا يرى أثر هذه الأشياء الخارجة قليلا، لكنه يرى المستوى العام للأحرف في مستوى واحد، لكنه من أسفل جميعها في مستوى الميلان. هذا الومضة الأولى من السطر. ثانيا سنتكلم عن مسألة الكأس، الكأس الممدود، الكأس مثلا سين أو صاد أو نون، بهذا الشكل، سأتكلم عليه من ناحيتين، أولا هذا الحرف الممدود ليس له طول معين وليس له قصر معين، هو يقف عندما يحتوي الكلمة، ولذلك كان القدامى يكتبون هذا الجزء فقط، هذا الجزء فقط، ثم يكتبون الكلمة التي وراءه، ثم يضعون المد على مقدار الكلمة التي كتبوها، مثلا لو أردنا أن نكتب من الجنة ماذا نعمل بهذا الشكل؟ من الجنة والناس، ثم أضع هذا المد ما يتناسب مع الكلمة بهذا الشكل، بحيث أني عندما أضع هذا المد سأنظر إلى ناحيتين، أولا كم مقدار الفراغ الموجود هنا، سيكون النزول على مقدار هذا الفراغ، إذا لم يكن هنا نقاط مثلا، هنا في نقطة موجودة الجيم، لذلك أنا سأزيد من العمق قليلا حتى يتناسب الفراغ هذا، لكن إذا لم يكن هناك فراغ موجود ممكن أنا أخفف من هذا الميلان من العمق قليلا، لأنه لا يوجد فراغ كبير، فأنا سأضع المد بعد من ناحيتين، أولا من ناحية العمق أحدد العمق وأحدد الطول، فنضعه في النهاية أفضل من وضعه في البداية، هذا أولا. ثانيا عندما يكون لدينا كلمة في داخل الكأس، نحن ملزمون أو نحاول ألا نخرج عن إطار العام الألفات الذي ذكرناه قبل قليل، الذي هو السطر العام الأعلى للسطر، المستوى العام، فأولا نحاول ألا نستخدم الكاف السيفية في داخل المد إلا نادرا، يعني موجود في عند القدامى لكن قليل، غالبا نستخدم هذه الكاف،
أنسب من الكاف الأخرى هذه، أن هذه ستكون أبرز أكثر من هذه الكاف، لذلك نستخدم الكاف غير سيفية مثل معنى هذا الكاس مثلا. فعندما نستخدم هذه الكاف أولا نحافظ على نسبة الفراغ الموجود، يعني هذا يملأ الفراغ، وثاني شيء لا يعطيني بروز كبير في الأعلى. أما إذا استخدمنا هذه الكاف مثلا ستكون أكثر، يعني أكثر بروز، أكثر صعود، سيكون ظاهر جدا الخروج. فغالبا لا يستخدمون هذه الكاف، يستخدمون هذه الكاف عند المد أولا. ثانيا ألا يكون داخلها حرف نازل، يعني مثلا من هذا كأس الآن، نفترض أننا كتبناه طبعا ونكتبه في الأخير، لكن بس من أجل التوضيح، إذا كان معنا كلمة فيها راء أو واو أو كأس لصاد أو سين أو نون أو غيره، إذا كان هذا الجزء، انظروا النزول العمق هنا، يعني داخل الكلمة تكون مائلة بهذا الشكل، إذا كان في البداية مثلا الراء أو الواو فلا بأس، أما أن يكون هنا من الثلث الأخير فهنا مشكلة، لأنه سيكون قريب جدا من الكأس أو يضرب في نهاية الكأس، فهنا يمنع أن يكون في الثلث الأخير. إذا كان في البداية ممكن، والأفضل ألا تكون الكتلة التي في الداخل فيها راء أو واو أو كأس، يعني لا يجمع كأس مع كأس أو كأس مع راء أو كأس مع زاي، هذا هو الأفضل. الشيء الأخير أن تكون الكلمة التي داخل الكأس ليست مركبة أكثر من ثنائي، يعني يكون بروزها أكثر، مثلا من لا تكون الكلمة في الداخل مثلا بهذا الشكل، بهذا الشكل، يعني لا تكون التركيب كبير داخل الكأس، لأن هذا يزيد السواد ويعيق مسألة السلاسة المجرى داخل الكأس، يعني لا يكون هناك تشكيل في الأعلى مثلا، يكون فيصعد كثيرا عن مستوى الكأس أو الكلمة التي نريدها أن تأتي من هنا، فيكون صاعد كثيرا ولم تستخدم بشكل كبير، يعني ممكن تركيب ثنائي حاميم بعده مد مثلا، مثلا ممكن تركيب ثنائي بسيط، أما بهذا الشكل فغير موجود كلاسيكيا عند القدامى إلا نادرا، خاصة إذا كان نهاية السطر، أما في منتصف السطر في أول السطر لم أرهم يستخدمونه بشكل كبير. طيب الومضة الثالثة وهي الكتل التي بها صعود والتي ليس بها صعود. ما هي الكتل التي بها صعود والتي ليس بها صعود؟ الكتل التي بها صعود مثلا لام عين ألف مثلا، هذه كتلة بها صعود. كتلة ليس بها صعود مثلا ميم عين باء، هذه ليس بها صعود أو لا تشمل على صعود. هذه الكتل استخدامها إذا أردنا أن نمد، فالمد مع الكتل الصاعدة أجمل من المد مع الكتل غير الصاعدة، يعني لو كتبنا لام عين ثم مددنا بهذا الشكل، هذا المد لأنه يسبب فراغ المد طبعا،
هذا المد، مسألة الصعود هذه وهذه تغطي مسألة المد، يعني لا يظهر المد مفضوح بشكل كبير. أما لو أردنا أن نمد مثلا هنا، لا أدري كيف يعني يصير بهذا الشكل، مثلا ما يصير، يعني حتى لو كان مثلا صاد بعد الصاد حرف، بعده حاء، بعده باء، مثلا بهذا الشكل، فالمد مفضوح هنا بارز جدا. أن نغطي على هذا المد مسألة صعبة، سواء كان بالحركات، بالفتحات، مسألة صعبة جدا، يعني التغطية صعبة، إلا إذا كان نهاية السطر وأردنا أن نكمل السطر، يعني مضطرين في حالة الاضطرار طبعا تجوز الحركات، إذا أردنا أن نكمل السطر في حالة الاضطرار ممكن، أما مد طبيعي بهذا الشكل هذا يسبب مشكلة في السطر، يسبب فراغ كبير مفضوح في السطر لا يمكن أن نملأه بأي شيء. هذه المسألة، هذه بعض الممضات في مسألة السطر، وأريد أبين أيضا، كثير يرسل لي على الخاص عن مسألة الدراسة، وأنا صراحة لا أستطيع أن أصحح لكل شخص مثلا يتابع الدروس على اليوتيوب ثم يرسل لي على الخاص يريد تصحيح، أنا لا أستطيع أصحح لأكثر من 300 400 شخص يرسل، هذه مسألة صعبة جدا. لكن الإخوة في طغراء الله يبارك فيهم الآن رتبوا دورة منهجية، أنا عرضت المنهج الذي سنأخذه إن شاء الله، هي عبارة عن 5 مراحل، هذه المراحل الإخوة استلمها الإخوة في طغراء، وسنبدأ من بداية الشهر القادم إن شاء الله في أول مرحلة، إذا أحد التزم بهذه المرحلة سيتم تصحيح له كل أسبوع، كل أسبوع سيكون هناك تصحيح في هذا الدرس. العدد معروف والمستوى معروف، يعني حتى يكون هناك شكل منهجي، أما أن يأتي شخص مثلا، أشخاص مستفيدين صراحة لا أقول، لكن مستفيدين جدا، ومثلا يتابع الدروس ويتحسن مستواه ويتابع ثم يتحسن ويرسل لي ويحاول أن أصحح له مثلا، أنا لا أستطيع أقول له لا، ولكن هذا أمر صعب، وأيضا هو يقول أنا تعلمت على يدك وصرت من تلاميذك من هذا الكلام، لكن هذه المسألة تريد انتظام، لأن هناك عندنا منهج 5 مراحل، في كل منهج شيء يجب أن ينتهي منه الطالب ونعمل له اختبار في هذه المراحل. فالبرنامج الذي أعلن عنه الإخوة في طغراس سنبدأ به نهاية الشهر، الذي يريد أن يلتزم يسجل عبر الموقع الخاص بهم، سيكون في كل أسبوع بث مع تصحيح، كل أسبوع يكون هناك بث مع تصحيح في حساب خاص للدروس موجود على الإنستغرام للإخوة، فبهذا الحساب نستطيع أن نتابع الناس بشكل منهجي، لا أستطيع أن آتي أعطي شخص درس أو درسين ثم بعد ذلك يترك أو ويذهب، أمر صعب يعني، فأنا أفضل أن يكون درس منهجي، أبدأ مع الطالب من أول درس مع أول مرحلة وأن أنتهي إلى 5 مرحلة، حتى أستطيع أن أنسب الطالب إلي أن هذا درس عندي هذه المرحلة، درس عندي هذه المرحلة الثانية. طبعا سيكون المرحلة الأولى والثانية والثالثة دراسة أونلاين عبر الإنترنت عبر الحساب، لكن المرحلة الرابعة والخامسة يشترط على الطالب أن يحضر، الرابعة والخامسة يشترط على الطالب أن يحضر، أو يكون هناك برنامج نحضر في الدول الموجود فيها الطلاب. أما أن يبدأ الطالب مثلا معي من أول مرحلة بالحضور إذا كان في تركيا أهلا وسهلا به، لكن إذا كان خارج تركيا يستطيع أن يتواصل مع الإخوة وينسق معهم على كيفية تسجيل اسمه وترتيب المواعيد. التسجيل عبر حساب طغراء، ابحثوا عن الحساب موجود عند الإخوة، ممكن أسجل لكم الحساب، الحساب موجود، تتابعون الحساب بشكل يعني دائما حتى تستطيع أن
يعني أستطيع أن أعرف كل طالب أين وصل معي في المنهج. إذا أكملنا المرحلة الأولى نعمل اختبار للطلاب الذين أكملوا المرحلة الأولى، سأرى من تجاوز هذه المرحلة ينتقل إلى المرحلة الثانية، من لم يتجاوز هذه المرحلة هو مخير، إما أن يعيد معنا المرحلة من جديد وإما أن يترك إذا رأى أنه استفاد. لكن على العموم لا أستطيع أن أنقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد أن يجتاز الاختبار، وهذه أمانة يجب أن يعني يمشي عليها كل الطلاب. يحصل الطالب في كل مرحلة على شهادة تقديرية أنه اجتاز هذه المرحلة بالدروس المعينة في المنهج، درس كذا وكذا وكذا موضح جيدا، يعني ما هي الدروس التي سيأخذها. ثم بعد هذا له الخيار إما يواصل أو يترك. في المرحلة الرابعة والخامسة يشترط الحضور، لأن من ضمن الأشياء الموجودة في المرحلتين أنه يجب أن يكتب أمام الأستاذ بعض الصفحات. يعني في المرحلة الرابعة والخامسة يجب أن يكتب 50 صفحة تقريبا أمام الأستاذ بشكل مباشر لنصوص جديدة وليس تقليد. على هذا الأساس إن شاء الله سيكون التواصل. الأخ وضع حساب تقرأ موجود عندكم أمامكم، من يريد أن يتواصل معهم أهلا وسهلا فيه. الدرس سيبدأ في أول واحد من بداية الشهر، بعد بداية الشهر لا نستطيع، أنا لا أستطيع أن أقبل كثير من الطلاب، لأن الآن كما وصلني من الإخوة أن الطلاب الآن وصل إلى 85 مسجل، فأنا لا أستطيع صراحة أن أقبل هذا العدد، عدد كبير جدا. لكن سنختار 25 طالب أو 30 طالب الذين نراهم عندهم جدية في الحضور، لا يشترط أن يكون مستوى جيد أو غير جيد، لا يشترط، ولكن يكون عنده جدية في الحضور. سنقبل الطلاب وسنمشي الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث، ثم بعد هذا إذا رأينا من يتغيب حصة واحدة سيتم إخراجه من المجموعة، لأن ليس هناك جدية. يعني سنحاول أن نخرج بعض الطلاب يعني بعذر، من تغيب، من لا يلتزم بالدرس، من لا يلتزم بالشروط الموجودة، نحاول أن نعتذر منه حتى يستفيد بقية الأخوة ويدخل مكانه بعض الأخوة الجادين. فهذه هي مسألة الدروس لمن سأل عنها أو سأل كيف يستطيع أن يدرس بشكل منهجي وبطريقة مستمرة. المراحل الخامس ستستمر معنا فترة طويلة، ليس هناك درس جماعي للجميع، بل كل طالب يستطيع أن يجتهد ويتجاوز الطلاب يستطيع أن يتجاوزهم، لأن كل طالب سيتم الشرح بشكل عام لكن التصحيح بشكل خاص. يستطيع كل طالب أن يتجاوز الطلاب الآخرين إذا رأيت أن عنده جدية وعنده ملكة قوية، يستطيع أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة قبل أن ينتقل بقية الطلاب، وبهذا يستطيع أن يختصر على نفسه الوقت. وبارك الله فيكم، إن شاء الله في أول الشهر نبقى معكم في أول درس في بداية الدورة الشاملة لخط النسخ. والبعض سأل عن خط الثلث، لا مشكل، سنبدأ إن شاء الله بخط الثلث، لكن إذا كان هناك الإخوة من طغراء أشعروني أنه يوجد تسجيل لطلاب في الثلث فأنا ما عندي مشكل، أنا أدرب بالاتفاق الذي بيني وبين طغراء بعدد الطلاب، وهم يرتبون المسائل الإدارية حتى لا أنشغل بها، فقط عندي التدريس. وبارك الله فيكم جميعا. أي سؤال أو استفسار، وإلا نلقاكم إن شاء الله في فترة قادمة. هل ممكن كتابة هذه الكلمات المراجعة الموسوعة الورود؟ يعني ما لها معنى في السطر لكن نكتبها من أي ناحية؟ المراجعة.
إذا كان هناك يعني ما في مكان أو فراغ له ممكن أن نضعه في أعلى. ما هي الكلمات عفوا؟ المراجعة، الموسوعة، الورود. طبعا هذا الارتفاع بحسب موقع الكلمة، إذا كانت نهاية السطر يكون أكثر الارتفاع، إذا في منتصف السطر يكون أقل. آمين، بارك الله فيكم. آمين. حرف النون بالأخير نعم بسبب نهاية السطر. آمين. أستاذ، الميم متى تتغير في السطر، كبيرة وصغيرة؟ حسب الفراغ، إذا هي بين ألفين تكون صغيرة، وإذا هي مفردة أو في نهاية السطر تكون أكبر. الواو تطمس مثل الفاء والقاف؟ نعم. متى تبدأ في خط الثلث؟ إذا كان هناك تواصل من مركز طغراء أن هناك عدد من الطلاب ممكن نبدأ معهم خط الثلث إن شاء الله، هذا من ناحية التدريب. أما هنا في البحث إن شاء الله بعد خط النسخ نبدأ بخط الثلث. لو سميت جزئين أفقي وعمودي أتوقع أوضح من علوي وسفلي. والله أعلم. صاعد ونازل أفقي عمودي، تمام، نفس لا مشكلة، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. صار كلمة جمعة وحالات الميم خط النسخ. التسجيل للجميع، والمرحلة الأولى والثانية والثالثة ممكن الدروس عبر الأونلاين عبر النت، لكن المرحلة الرابعة والخامسة يكون الحضور، مجبر الإنسان بالحضور. حتى هذه الميم كان يعمل بها في خط النسخ. ما القاعدة عند كتابة كلمة بها تعدد للأسنان؟ ترتفع، وإذا زاد الأسنان عن ثلاث، تكلمنا فيها في حرف النبرات، ابحث عن درس اسمه درس النبرات في يوتيوب تجد كل المعلومات هناك. واو بين ألفين تكون كبيرة وإلا صغيرة، صغيرة كأس الواو. كان هذا ألف ثم بعده واو ثم بعده ألف، هنا تصغر الواو لأنها بين كتلتين سواد. أما إذا كانت هي في نهاية السطر أصلا، كلما كانت حجمها أكبر كلما كان أفضل. في كلمة الوارد مثلا، هل الواو تحمل الحرف؟ لا، أنا كثير رأيت بعض الإخوة يكتبون بشكل واصل الواو أو نهاية الواو أو نهاية الراء تحمل الحرف بهذا الشكل، هذه غير موجودة عند القدامى، سواء الراء أو الواو بهذا الشكل يحمل الحرف، لا يحمله إلا إذا كان في نهاية السطر فقط ونريد أن نغلق السطر. أما في البداية فيقف الواو الألف بعد الراء في هذا المكان، في هذا المكان بداية الرسم، ولا يلصق، لا يلصق
الراء أو بالواو. الواو يتغير مكانه على السطر، يرتفع وينزل حسب الحروف التي تجاوزه. ممكن توضح السبب؟ جزاك الله خير. وحط الألف، ولاحظ أنها ترتفع أحيانا إذا بجانبها ألف. ممكن هذا شرحناه، هذا شرحناه. لو ترجع إلى حرف الألف شرحنا هذه المسألة، ولو ترجع إلى حرف إلى الدرسين الماضيين في السطر نحن شرحنا هذا الموضوع. فلا أظن يعني إعادة مناسب. ممكن ترجع إلى اليوتيوب تجد كل هذه المسألة شرحناها من قبل. آمين، بارك الله فيكم. إذن الفرق بين الواو وحرف القاف موصولة نفس الشيء. الواو وحرف القاف موصولة، يعني من أي ناحية؟ الواو شيء وحرف القاف شيء. تقصد الرأس؟ إذا كان الرأس يعني لو أردنا أن نكتب بهذا الشكل، هذه واو وهذه قاف، لكن هنا التغيير في هذا المكان. القاف فيها نزول ثم حركة، الواو من الداخل نبدأ الميلان، من الداخل نبدأ مباشرة. فالفرق هنا وليس في الرأس. معي، هذه ما معناها بالعربية حتى يكون لها معنى في الفن؟ يعني ما الفائدة من كتابتها إذا لا تستخدمها في كلامك؟ مي آمين وإياكم. أساسك أنا مبتدئ في خط الديواني وأستهوي النسخ، هل من الممكن أن أتعلم اثنين مع بعض؟ نسخ وديواني ممكن، لكن سيكون صعب عليك قليلا. الأفضل أن تبدأ ديواني مع رقعة، أو يعني هناك الخطوط لها خصائص، يعني لا تبدأ بلين مع قاسي. هذا الشيء أتكلم عن كتابة حرف العين مفرد، موجود في الأحرف المفردة. ارجع في يوتيوب إلى حرف العين، ستجد كل شروحات المفرد وغير المفرد موجودة. مجرد ربط الحروف لا غير. تمام، مع نفس الشيء، نفس الشيء، فقط غير بديلا عن الميم هنا غيرها. طيب، إذا ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. بارك الله فيكم ومساءكم طيب.